vous devez mettre le paquet vide. فيه توسعة تاع الخط الثاني للترامواي قسنطينة على مسافة فوق 10 كيلومتر. الشيء المؤكد هو أن السنة هذه سنة 2018 نفعل كل ما بمساعدة إن شاء الله، وسنلتزم بهذا الشيء لحتى يصل الترامواي من النقطة التي ينتهي فيها حاليا إلى زواغي إلى مدخل القطب العمراني الكبير أو المدينة علي منجلي، المدخل على مسافة أكثر من 6 كيلومتر. يبقى الجزء المتبقي إلى غاية الجامعة يتم إن شاء الله في حوالي مارس أفريل 2019.